ما بكي يا زينب؟ حل علي النعاس فجأة. حسنا، اذهبي إلى حجرتك وخذي قسطا من الراحة، ما زال الوقت باكرا على خروجنا. هل حقا تدبرت رحلة لأجلي يا أمي؟ لأجلي ولأجلك ولأجل الزيبق أيضا، حتى أكون صادقة. لأجل الزيبق؟ أجل، كي لا يظن أنه منعني من الترفيه عن نفسي. هذا مقنع أكثر، سأذهب إلى حجرتي. زينب، انقلها إلى حجرتها. هل أنت بخير؟ بالطبع، لقد أخذت مضادا للمنوم. هيا تعالي يا ابنة أختي. إلى أين يا أوصاف؟ إليك يا سيدتي. إلي؟ كنت أنتظر أن تفرغي كي أخبرك بأمر هام. الآنسة زينب شكت في أمر الرحلة فقررت أن ترافقك. وإذا؟ تظن أنها مجرد حجة لتبرير غيابك. ولما تفعل ذلك؟ تحسبا. لأي شيء؟ لا أعرف. ما رأيك فيما تقوله هذه الوصيفة الواشية؟ أرى أنها اختلقت هذه الحجة لتبعد عنها شبهة الوشاية. أقسم إنني لم أخبرها بشيء يا سيدتي، حاولت أن تستدرجني لكن دون جدوى. إنها تشعر بأمر غريب من وراء لطمة خدي والسفرة المفاجئة. اقرأي على روحك السلام يا أوصاف. أرجوك يا سيدتي، أقسم إنني لم أخبرها بشيء. لا يهمني إن كنت قد أخبرتها أم لا، إنها تغط في نوم عميق ولن تستيقظ حتى الصباح. أما فقد تنامي نوما لا تفيقين منه أبدا إذا لم تخبريني بما أخفيتي عني، واعلمي أنني جادة هذه المرة. ماذا تفعل هنا؟ المعلم أمرني بذلك. منذ متى وأنت تتعقبني؟ منذ وصلت إلى بغداد. ماذا تنتظر؟ شارة من زينب. إذا كنت تريد مساعدتي يا خطاف، اذهب وراقب المدخل الآخر لئلا تأتي دليل. هيا. ماذا لو كانت في الداخل؟ ستعطيني زينب إشارة. هيا اذهب. هيا اذهب. حسنا. Thank you.
زينب؟ زينب؟ ابتعد عن ابنتي أيها الفاسق! ماذا فعلت بها؟ ماذا فعلت أنت بها؟ زينب! أيها الأخيرة! أخرجوه من هنا! هيا! استيقظي يا أنسة. معلم! يا معلم! لقد أوقع بالزيبق. هل أنت مسرورة الآن يا ست الحسام؟ لن أفسد بهجتي بتوبيخك الآن يا بيرة، إلا أنني لن أتغاضى عنك هذه المرة. ماذا تقصدين؟ لا تقل لي كلاما لا يقال إلا للجواري، وإلا قطعت لسانك وأرسلتك إلى مصر أخرس كي تتعلم كيف تخاطب سادتك. هل فهمت؟ فهمت. صرف. هلينا، إذا كنت ترغبين برؤيته فهو الآن مقيد ذليل. ألم تعتد بعد على طباعي يا زريق؟ أنا لا أشمت بخصومي بعد هزيمتهم، دعه في ذله حتى صباح الغد. حارس، ما لو سمحت. تستمتع بإذلال الزيبق، إما أن ننقذه أو نهلك معا، قد تكون فرصتنا الأخيرة. أحمد الدلف. مولاي، لم أظن أنني سأراك مجددا. خادمكم المطيع يا مولاي. ظننتك رحلت إلى غير رجع. لا غنى عن رعايتكم يا مولاي. قل لي، أين كنت كل هذا الوقت؟ في بلاد الله الواسعة يا مولاي. اجلس اجلس يا دلف. هذه هي الشطارة إذن أيها الزيبق، أن تتسلل إلى بيوت الناس خلسة. أين زينب؟ إنها في حجرتها، يؤنبها ضميرها لأنها أوقعت بك. أنت تكذبين، أريد رؤيتها في الحال. يا لك من مغرور متعجرف، تطلب وتشترط وأنت مقيد مهان.
اسمع أيها الزيبق، يحق لك أمر واحد، أن ترجوني وتتمنى العفو. خسئت يا دليلة. اخرس أيها اللعين. دعه يا زريق، إنه في ضيافتنا ومن واجبنا إكرام الضيف. مولانا الوالي متشوق لرؤيتك، فهل أنت مستعد لزيارته؟ يا لك من ماكرة. هل يذكرك هذا الصندوق بشيء يا علي؟ بالطبع يذكرني بما لا يجب أن تنسيه. ذكرني، فقد نسيت. لقد عفوت عنك وكان ذلك خطأي. كن واثقا أنني لن أرتكب ذلك الخطأ. ضعوه في الصندوق. أوصاف، هل من أحد هنا؟ أوصاف، أين أمي؟ أين الجميع؟ ما الذي حدث لي؟ هل أنت مسافرة أم ماذا؟ أنا لا أستحق أن أكون وصفة لك يا أنستي. ما الذي جرى يا أوصاف؟ تعالي أخبريني، تعالي. جلت بقاع المعمورة يا مولاي أجمع حكايات عن الشطار والعيارين كي أضمها للكتاب الذي كلفتموني به يا مولاي. تفضل. لم أعد أتذكر أنني كلفتك بمثل هذا الكتاب. الحقيقة استغرقت بكتابته وقتا طويلا، لكنني أنجزته برعايتكم الحكيمة يا مولاي، فتفضلوا بقبوله. شوقتني لقراءته، سأمر بنسخه وتزيينه بالنقوش في الحال. مولاي، المقدم دليلة والمقدم زريق يطلبان الإذن بالدخول، وقد أحضرا معهما هدية. أدخلهما. لابد أنك متشوق لرؤية غريمتك القديمة. مولاي، السلام على مولانا الوالي. وعليكم السلام. أحمل لكم هدية ستسركم كثيرا يا مولاي. سبقك المقدم أحمد الدنف وقدم لي هدية سرتني جدا. فليأمر مولانا الوالي بفتح هذا الصندوق ليقرر بنفسه أي الهديتين ستسره أكثر. والهدية قد تفاجئ ضيفكم وتعيد إليه ذكريات قديمة. بدأت أخمن ما هذه الهدية. أقدم لكم المقدم علي بن حسن رأس الغول صاحب شرطة مصر الملقب بالزيبق. لعمري إنها لهدية فريدة. فكوا وثاقه وأخرجوا هذا الصندوق. إذن أنت هو الزيبق الذي يتحدى كل ذي سلطان. أتحدى كل من ظلم وتجبر يا مولاي،
ولا أظنكم منهم. ولأي سبب يا ترى حشرت في هذا الصندوق يا مقدم علي؟ هلا أفدتنا بذلك؟ إذا كان قادرا على الإفادة. تكلمي أنت إذن. أفعل أي شيء لكي تسامحني يا سيدتي. أقتل نفسي إذا شئت. تعلمين أنني لن أطلب منك ذلك، لكنني لن ألوم أحدا سواك إذا لم أستطع إنقاذ علي. انتظري يا سيدتي، انتظري سيدتي. إذا كانت غايته اللعب فقد غلبته، ولم يعد له عندي لا سيف ولا أي شيء آخر. أما إذا كانت غايته التسلل إلى حجرة ابنتي زينب وهك حرماتنا ويحك يا امرأة! ماذا تقصدين يا دليلة؟ الزيبق كان يريد سوءاً بابنتك زينب؟ هذا كذب وافتراء يا مولاي. أصمت! ولا تقاطع الحديث ثانية إذا أردت أن أستمع إليك. لديك دليل على ادعائك يا دليلة؟ وهل من دليل أوضح من القبض عليه في حجرة زينب بالقرب من سريرها؟ ما كنت لأسمح له بأن ينال مطلبه كي أثبت عليه الدليل يا مولاي، فشرف ابنتي فوق كل شيء. أيها الفاسد اللعين! هذا كذب يا مولاي. أرجو من مولانا الوالي أن يسأل المقدم أحمد الدنف عما سمع، علّه يفيدنا برأيه. مولاي، مهما كانت غايته لا يحق له أن يتسلل إلى بيوت الناس، ولنشكر الله أن المقدم دليل جاءت في الوقت المناسب، وهذا يؤكد على أن علي لم ينل شيئا من كريمتها. ولكنه كان ينوي ذلك، فهل توافقنا الرأي إذا أمرنا بقتله؟ لا أدري يا مولاي، الأمر لكم ولوالي مصر. لا أظن والي مصر راضي عما قام به قائد شرطته، ولا أظن أنكم ستأمرون بقتله قبل موافقة والي مصر وهو مسؤول عنه. لقد تماديت أيها الزيبق، ولن أكون رحيما بك حتى لو جلبت على نفسي نقمة الخليفة ذاته. كما تشاءون يا مولاي، الأمر لكم. إذا كنتم ترون أن العدل يتحقق بمعاقبتي فها أنا ذا أمامكم، افعلوا بما تشاءون، ولكنني أرى أن العدل لم يتحقق هنا. أنا أقرر متى يتحقق العدل. واقتحامك بيت المقدم دليلة إهانة لا تغتفر لبيت كريم. مولاي، خذوا الزيبق، فهو رهن الاعتقال حتى نصدر أمرنا. ولم التأجيل يا مولاي؟ ما يزال أحد الأطراف غائبا، ولا بد من الاستماع إليه حتى يكون حكمنا عادلا. سأعلمكم بقراري بعد حين. أستأذنكم يا مولاي. أنت أيضا يا أحمد الدنف، أريدك أن تكون شاهدا على قراري. تفضلوا بالجلوس. كنت سأرسل في طلبك. ما علاقتك بالزيبق يا زينب؟ كاد أن يصير زوجي. صراعه مع أمي حال دون ذلك. ومتى حدث هذا؟ في رحلة الاستشفاء يا مولاي. لم تذكري لي أنك وأمك كنتما معا في مصر. لا أحد سوانا يعلم بذلك. حدث ما حدث وتركتها هناك ثم عدت إلى بغداد، وقد تمنيت على أمي أن تكتم الأمر حفاظا على سمعتي وحتى تمكن من نسيانه. وماذا يريد منك زيبق الآن؟ أن يستعيد سيفه. وأنت؟ لست شيئا يستعاد يا مولاي. لما طلبت رؤيتي على انفراد إذن؟ كي أوضح سبب وجود الزيبق في بيتنا تلك الليلة وأزيل كل التباس. أرجو يا مولاي أن تسمع ما لدي.
وأنا واثقة بحكمكم مهما كان. سأسمعك يا زينب، ولكن اعلمي أنني قد نويت التخلص من الزيبق لأي سبب مهما كان ضعيفة. حسن، أنا أستمع. بحثنا عنك في كل مكان ولم نجدك، حتى كاد الوالي يشك في صدقنا. زهدت الحياة واعتزلت في الصحراء منكبا على كتاب. وتركت حياة الشطار والعيارين؟ حياة الشطار لم تعد مناسبة لعجوز مثلي، لم يعد لي هم سوى الاستغراق فيما أكتبه. ظننتك انتهيت من الكتاب. كتاب عن فنون الشطارة لا ينتهي إلا بنهاية الشطار، والشطار لا نهاية له. وهل ورد ذكري في كتابك؟ لم يرد بعد، ولكنني أنوي الكتابة عنك وعن الزيبق الذي رأيته للتو في كتابي الجديد. هذا يعني أنك لم تكن تعرفه من قبل. سمعت عنه وكنت أتمنى ألا أراه في هذا الموقف المؤسي. أنت تعلمين كم كنت أكن لوالده الحب والاحترام، هذا إذا كان فعلا ابن حسن رأس الغول كما يدعي. إنه كذلك يا أحمد الدنف، وستكون هذه نهايته كما كانت نهاية أبيه وأعوانه، وكما سينتهي كل من يتحدى دليله. مولانا الوالي، أحضر الزيبق. أظن أن وجود زينب يثير استغرابك يا دليلة. لابد من وجودها لإثبات ما وصلتم إليه يا مولاي، فمن المؤكد أنكم حسمتم أمركم بتجريم الزيبق وقتله. نية الزيبق ستحسم أمره، فإن كانت استعادة السيف كان لنا أمر، وإن كانت الوصول إلى زينب كان لنا أمر آخر، وسيكون لي معك حديث في وقت لاحق يا دليلة. الزيبق يا مولاي. تقدم، تقدم إلى جانبي أيها الزيبق. أوضحت لنا زينب بأنها كانت على علم بمقدمك، واتفقت معك على أن تعيد لك السيف مقابل إنهاء العداء بينك وبين المقدم دليلا. هذا صحيح يا مولاي. أريد أن أستوضح منك أمرا. ما الذي دفعك إلى التسلل إلى حجرتها؟ أهو استعادة السيف أم رؤية زينب؟ الأمر واضح يا مولاي. أجب على السؤال، ما هي غايتك؟ السيف أم زينب؟ واعلم أن حكمي عليك يتوقف على جوابك. كانت غايتي هي السيف يا مولاي، لكن زينب هي منيتي ولا منية لقلبي سواها. ها هو يعترف بإثمه يا مولاي. إذا كان العشق إثماً يا مولاي فأنا آثم دون شك، وها أنا أعترف أمامكم بالخطأ الذي ارتكبته في مصر حين تخلفت عن موعدي وعفوت عنك يا دليلة، ولن أكرر هذا الخطأ مرة أخرى. أجل يا مولاي، دخلت حجرة زينب بمعرفتها وخدرتها لكي تنال منها، لولا أنني وصلت ومنعتك. لا يا دليلة، أنت التي خدرتها وجعلتها طعماً للإيقاع بي. أتعلم أن حديثك يقودك إلى الموت؟ أقول الصدق حتى ولو كان فيه هلاك يا مولاي، أما ادعاء دليلة فيفنده وجود زينب يا مولاي. ما
فقولك فيما سمعت يا زينب؟ الزيبق أوضح نيته يا مولاي. هل ترضين بحكمي إذن؟ أثق بعدالتكم يا مولاي، وأرفض التضحية التي يقدمها الزيبق لأجلي. زينب، لست مضطرا لها يا علي، وأرفض ما تقوله جملة وتفصيلا. غايتك هو سيفك، فما عليك إلا أن تأخذه وترحل. هذا هو حكمنا عليك يا علي الزيبق. أمرنا برحيلك من بغداد في الحال، ولأنني أعجبت بصدقك وأشك في وجود لعبة ما، فأنا أمر المقدم دليلا بأن تعيد لك سيفك ولترحل إلى مصر بلا رجعة. طوعوا أمركم يا مولاي. حكمكم نافذ يا مولاي، ولكن كما تعلمون أخذت سيف الزيبق بعد أن لعبته وغلبته، فكيف لي أن أعيد له سيفه وهو لم يغلبني؟ المقدم دليل على حق يا مولاي. على علي أن يلاعب المقدم دليل إذا كان يريد أن يسترجع سيفه. هذه أصول الشطارة وهذا عرف العيارين. أيهما تفضلين يا دليلة؟ أن تعيدي للزيبق سيفه ونأمر بنفيه، أم تقبلي بملاعبته؟ ألعبه يا مولاي. حسن، سمعت الأمر يا زيبق، فإذا أردت أن تستعيد سيفك عليك أن تلاعب دليلة وحسب الأعراف. أربعة ملاعب في أربعة أشهر يا مولاي. بل أربعة ملاعب في شهر واحد. تخسر بعدها حقك في السيف، وتخسر دليلة مقدمية بغداد. وماذا أكسب إذا فشل هو؟ السيف ومقدمية مصر. فما قولك يا علي الزيبق؟ موافق، وإن كنت أفضل الرحيل عن بغداد. وسيفك؟ غرز في قلبي، ولا أظنني أتحمل مزيدا من الألم. الأمر متروك لكم الآن، فإن شئت الرحيل أذنا لك، وإن أردت السيف عليك أن تلاعب دليلة شهرا واحدا منذ اليوم، ويكون الدنف حكما وقاضيا على أن يكون اللعب بلا أذية. القاتل يقتل، هل هذا مفهوم؟ سأنفذ مشيئتكم يا مولاي. اذهب فأنت حر طليق. هل لي أن أتحدث إلى زينب يا مولاي؟ لا كلام لكما مع زينب بعد الآن، فهي ستكون ضيفة مكرمة بين حريم قصري حتى تنتهي هذه الملاعب. هذا هو الثمن إذن؟ ريحك! وأنا أيضاً لا أقبل بهذه التضحية. كفاك عجفة يا زيبق، فأنا لا أضحي لأجلك ولن أفعل. لست لك ولن أكون. خذ هذا منديلك، لا أريد رؤيتك بعد اليوم. انصرف يا علي الزيبق، فباب الرحمة لن يبقى مفتوحاً في وجهك. لم ينتهي الأمر يا دليلة، ستجدينني في كل مكان في بغداد حتى ولو نفوني إلى آخر الدنيا. فلينصرف الجميع. أتمنى لك إقامة طيبة يا حبيبتي، لقد فعلتها مجددا عن إذن مولانا الوالي. مولاي، أرجو لكم مطالعة ممتعة في كتابنا. أمستني البلبلة الكتاب وما فيه، أريد أن أكلفك بالسهر على نسخه وتزيينه بالنقوش، وأن تكون حكما في الملاعيب بين دليلة والزيبق. أمر مولاي، أستأذنكم. هل أنت راضية الآن يا زينب؟
هل خرج الزيبق؟ أجل سيدتي، وكلفت بعض الرجال بملاحقته. حسنا فعلت. وماذا عن أحمد الدنف؟ إنه في رعاية الوالي الآن، ولا يجب أن نتعرض له، ولكن لا تدعه يغيب عن ناظريك. حسنا، وزينب؟ الحمقاء، ضحت بنفسها لأجل اللعين الزيبق، وقد كنا على وشك الخلاص منه. هل ستتركينها للوالي؟ جنت على نفسها، فلتتحمل التبعات. لو كنت قبلت بإعادة السيف، كنا انتهينا من هذه الهيكلة. فلنذهب إلى الديوان. هيا. عودوا إلى دليلة وأخبروها أن الزيبق راحل عن بغداد. أنا جاد فيما أقول. تفضل يا سيدي، هذه حجرته. ضائع؟ ويحك يا أختاه. هل عرفت الآن لما قبلت ملاعبته؟ ولكن ويحك يا دليلة، هذه ورطة. لن تكون كذلك إذا ما كتمنا السر. ومن سوانا يعرف بالأمر؟ بيرم. بيرم؟ لا أصدق أن الزيبق سيرحل عن بغداد دون سيفه، أو ما يظن أنه سيفه. أرجو أن يفعل، وإن كنت أظنها خدعة أيضا. بحق السماء يا دليلة، ماذا لو طلب من الوالي رؤية سيفه؟ لا، لن يفعل، ولا يجب أن يفعل. سأسبقه إلى ذلك، سأعرضه في خان الجوهر وأستدرجه إليه. تستدرجين الأفعى يا دليلة؟ تعقبت الدنف حتى الجامع ولكنه اختفى. ما شاء الله. والزيبق؟ ظننتك هاركا لا محالة يا علي. أنقذني العشق هذه المرة يا معلم، لا تنكر علي ذلك. ما قصة المنديل؟ لو لم تعطني زينب المنديل لكنت ارتكبت حماقة كبيرة أكبر من الفخ الذي أوقعت نفسك فيه. هل حقا أنك راحل عن بغداد؟ أرحل وأترك زينب في قبضة الوالي؟ وماذا تريد أن تفعل؟ سأخطفها إذا تطلب الأمر. هذه الحماقة بعينها، لكنني سأجد طريقة أدخلك بها القصر. ودليلة؟ لقد طلبت أن ألاعبها، وسأحقق لها هذه الرغبة. لن أهنأ قبل أن أجعلها أضحوكة في البلاد كلها. علي، من الأفضل ألا ترانا معا، فقد أنكرت معرفتي بك. لن تشك بأمرنا ما دمت العطار أبا عبد الله، وما دمت أنا صانعك المطيع والخطاف رسولا بيننا. لن أخذل زينب هذه المرة، لن أخذلها. تفضل.
أحضرت لك بعض الحوائج. جئت أودعك إن كنت لا تمانعين. لست شجاعة لأقول لك إن الموت أهون علي من أن تفقد ثقتك بي، لكن ثقي أنني سأعيش بائسة ما حييت، لأنني خذلتك خوفا على حياتي. اعذريني يا أنستي، فأنا لا أملك إلا روحي التي هددوني بسلبها. يا إلهي، ليتني لم أطاوعك حين أطلعتني على ما لم أستطع كتمانه. هل تلومينني أنت الآن يا أوصاف؟ لا، لا ألومك يا سيدتي، بل ألوم نفسي. وأن كنت قد اعترفت مسبقا بخوفي وترددي، ألن تمنحيني فرصة أخرى يا سيدتي؟ سيصعب علي أن أثق بك بعد الآن يا أوصاف. حرصي على ألا أفقد صبري، فأنا لست أيوب مهما بلغ من صبري. يا أهل الحلوة، يا كيران، ركني، رفعي عن الصراخ، فصراخك يزيد غضبي. أتسمي هذا مسكينا؟ مسكين على باب الله. كف عن هذا أيها الزيبق، فقد عرفته. الرحمة يا سيدي، الرحمة. يا وحشي، يا وحشي، تحت الزلوة سنقع السوار من يدي. الرحمة يا ناس، الرحمة يا عالم. أوقعت نفسي في فخ لا أعلم كيف سأخرج منه. أنا من يحدد متى نغير اللعبة وإلى متى تستمر، ومن كان له رأي آخر فليحتفظ به إن كان يريد الحفاظ على حياته. سنفوت الفرصة على الزيبق هذه المرة، ولم يبق لنا إلا أن نعد الأيام. اعلموا أن أخت الرجال صاحب شرطة بغداد تتحدى علي الزيبق صاحب شرطة مصر.